راديو بلس بلس كون راديو. قلتي انا كنت كركب في الطوبيسات وهذا يعني انت عرفتي المعاناه ديال البنات مساكن اللي يوميا كيركبوا في الطوبيسات وكياخذوا مواصلات مواصلات اللي كتؤدي للتحرشات. يعني كنت كنلاحظ هادشي بزاف. لا ولا في داك الطاكسي الكبير انا كنت كنحب نمشي نشجوج الطوبيسات ولا نركب في طاكسي كبير كيكون فيه تحرش كثر. كيكون فيه تحرش كثر راك حدا العافيه اربعه وبالعاني مع عندك وما نعاودلكش تحت الباط كبير. هذا راه بحد ذاته عنف عنف رائحي عنف عفني. راديو بلس بلس كون راديو.